موضوعنا لليوم الترشيد في حياتنا. قالت الأم لابنها وهي تقص ما سمعته من جدتها: لا تمد يدك إلى أموال غيرك، ذلك ينزع الثقة منك، ولا تمدد يدك بالسؤال إلى الناس فيهملك الصديق ويشمت بك العدو، ومرن يدك على الأعمال الحرة فإنها عدة لك أيام الضيق، وإذا أغناك الله بنعمة فلا تبذر تبذيرا. قال الابن: ما نسمي ذلك يا أمي؟ قالت: نسميه ترشيدا في الحياة، فالماء الصافي نعمة، والكهرباء نعمة، والهاتف نعمة، فعلينا أن نحافظ عليها ولا نفرط في استعمالها. قال الابن: وكيف يكون ذلك؟ قالت الأم: نطفئ المصابيح التي لا نحتاج إليها، ولا نهدر الماء الصافي، ولا نطيل المكالمات الهاتفية، وبهذا لا نتعرض للأزمات. ملخص الترشيد في حياتنا يا أعزائي التلاميذ: الأم وهي تروي ما سمعته من جدتها بعض الترشيدات على ابنها، فهي تعلمه أشياء كثيرة في حياتنا، ومن أهمها الأمانة، فهي تعلمه أن لا يمد يده إلى أموال غيره. واجبكم يا أعزائي التلاميذ كتابة وقراءة الترشيد في حياتنا مرة واحدة مع الحركات، مع الحوار، ومع التدريب رقم 2. تدريب رقم 1 يا أعزائي التلاميذ: اقرأ وانتبه على أدوات الاستفهام. هنا أدوات استفهام، وهي من، ما، أين، متى، كيف، كم، هل. هذه أدوات الاستفهام لها قاعدة معينة موجودة في القواعد، سوف أشرحها لكم إن شاء الله تعالى. من أنت؟ أنا سعيد. ما مهنتك؟ عامل. أين تعمل؟ في معمل السجاد. متى يبدأ عملك؟ في الساعة 7. كيف تعمل؟ أعمل بنشاط وإخلاص. كم ساعة تعمل في اليوم؟ 8 ساعات. هل تحب عملك؟ نعم. الثاني: منطينا فراغات، وبين الأقواس أدوات الاستفهام. المطلوب من عندنا أنه إحنا أدوات الاستفهام ننزلها بالفراغات. فراغ: زارت ليلى عمتها. زارت ليلى عمتها. متى؟ متى زارت ليلى عمتها؟ أهم قاعدة في الاستفهام أنه من نخلص الجملة آخرها موجودة استفهام، يعني إحنا دا نحكي بصيغة سؤال، وآخر شيء نخلي أداة الاستفهام. متى زارت ليلى عمتها؟ يوم الجمعة. نضع الأدوية. الجواب: نضعها في خزانة الأدوية. أين نضع الأدوية؟ أين نضع الأدوية؟ نضعها في خزانة الأدوية. يعالجنا إذا مرضنا. الطبيب يعالجنا. من؟ من يعالجنا إذا مرضنا؟ الطبيب يعالجنا. رأت ليلى في بيت عمتها. استفهام. ليلى رأت خزانة الأدوية. ماذا؟ ماذا رأت ليلى في بيت عمتها؟ ليلى رأت خزانة الأدوية. نحافظ على الأدوية. كيف؟ كيف نحافظ على الأدوية؟ نضعها في خزانة الأدوية.